ينضم إلينا من الجزائر الدكتور طارق يحيوي رئيس الحزب الوطني الحر. دكتور طارق، تشكيل بناء الجمهورية، ما الذي يضيفه إلى المشهد اليوم في الجزائر؟ شكرا جزيلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. في الحقيقة هذا التكتل كان نتيجة مشاورات طويلة بين أحزاب معارضة تنتمي إلى التيار الوطني، وهذه المبادرة جاءت بعد أن قمنا بتحليل الأوضاع السياسية في البلد، ولاحظنا أن هناك غياب تام لمبادرات وحلول ومشاريع حلول للأزمة السياسية. فالمعارضة التقليدية التي اعتادت على مناقضة النظام السياسي القائم اكتفت بإصدار بيانات طيلة الأسابيع القادمة دون أن تقدم مبادرة سياسية متكاملة ملموسة للخروج من الأزمة، وهو ما حدا بالسيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في رسالته الأخيرة كما ذكرتم، إلى القول بأن هناك حلولا يتم تدارسها. فمؤسسة الجيش واعية بحساسية المرحلة وهي تتابع الوضع عن كثب، وهذا واضح من خلال الرسائل العديدة. ولكن إلى أي حد ترى صدرت في سيد طارق الماضية بأن تشكيل تحالف سياسي للمعارضة، نعم، يضم 9 أحزاب معارضة يلبي طلبات الشارع والمحتجين اليوم في الجزائر؟ في الحقيقة هذا التكتل لا يسعى ولا يدعي ولا يزعم أنه سوف يلبي مطالب الشعب الجزائري، لأن المعني بتلبية المطالب أساسا هو السلطة الحالية. إنما هذا التكتل هو عبارة عن مبادرة من أجل مرافقة الحراك الوطني، لأن الحراك الوطني الشعبي اليوم له طلبات محددة، ودور المعارضة السياسية اليوم هو تقديم البدائل والحلول والوساطة للخروج من الأزمة. طيب، توقعاتك لموقف السلطة في ظل بقاء مطالب الشارع، وهل يمكن أن يتغير هذا الموقف؟ عذرا، يعني لم أتمكن من سماع السؤال جيدا. توقعاتك سيد طارق لموقف السلطة في ظل استمرار المظاهرات واتساع رقعتها يوما بعد يوم في الجزائر؟ من الواضح اليوم أن هناك ضغوطات هائلة تمارس على السلطة الحالية، وأن موقفها ضعيف جدا، وما زاد من إضعاف موقف السلطة هو خروجها عن الإطار الدستوري والقانوني، وهو الشيء المرفوض رفضا تاما من طرف الشعب الجزائري ومن طرف كل أطياف الطبقة السياسية. اليوم السلطة الحالية تجد نفسها معزولة، ولقد فقدت الكثير من السند في حتى أحزاب الموالاة التي كانت دائما قاعدة وسندا لهذه السلطة. فنحن نشهد كل يوم تصريحات وبيانات من شخصيات سياسية كانت إلى حد قريب من بين رموز هذه السلطة، وهي الآن تطالب السلطة الحالية بالاستجابة إلى مطالب الشعب. أعتقد أن السلطة الحالية يجب عليها أن ترضخ لهذه المطالب، وأتوقع أن يتغير الموقف قبل نهاية الأسبوع الحالي. أشكرك جزيلا دكتور طارق يحيوي رئيس الحزب الوطني الحر.